التحكيم هو المادة الأكثر جدلاً في كل الألعاب، وأنا حكم كنت بدعي قبل كل مباراة يا رب الناس تشوف اللي أنا شايفه. كل الحكام حافظ القانون، ده رجل الشارع حافظ القانون بتعديلاته. كنت أتمنى وجود الفار وأنا حكم. ألعاب كتيرة قوي بعد 20 سنة بس أرجعها بذاكرتي أقول يا سلام لو كان في فار. جلاسي ارتكب خطأ عمره وينجح حسين الشحات بخبرات أنه ياخد ركلة جزاء. أنا لا ألوم الحكم، بالعكس أنا بحيي شجاعته. حسين الشحات نجح بخبرة، حط إيده بدون مخالفة، ركلة جزاء صحيحة. ركلة جزاء احتسس على الزمالك فيها اختلاف، أنا شخصيا ما احسبهاش. كل الحالات المثيرة للجدل سواء في مصر أو في الدوريات العالمية هنناقشها ونتكلم عنها بكل حيادية. انتظرونا في فار. يلا كوره.